كنت أجريت حوار مع سي ستار بن موسى فيما يتعلق بحسب التونسية لاباس، وكان هو متأكد أنهم اتصلوا به يوم أمس وهو في قاعة المحكمة، وعلى أساس أنه مش يكون حاضر في الحصة هذية هو وياك. دونك قعد حكي على أنه قعد يستنى في تليفونهم إلى حدود الساعة 3 متاع اليوم يوم الجمعة، إلا أنه في آخر لحظة معناتها كلمته معدة البرنامج خلينا نقوله، وقالت له اللي هي تعتذر وأنه البرنامج تم معناها تأجيله. سي عبد الستار بن موسى يقول ايضا انه هو ما قالكش ما تمشيش، ما هي كانت حركه معناتها من طرفك انت رفضت انك تمشي للبرنامج بما انه تم الاخلال بال خلينا نقولوا الوعد نتاع معاده البرنامج انكم تكونوا زوز حاضرين في الحصه. كان تحكي لنا اكثر عن الحيثيات فيما يتعلق علاش خديت قرارك واليوم كنت هبطت معناتها من السياره نتاع السائق اللي جاب باش يقلب الاستديوهات قناه التونسيه، علاش هبط؟ علاش ما مشيتش للميسيون هذه؟ وتزيد تحكي لنا اكثر على الحيثيات نتاع كيفيه تم استدعاء كيف تم استدعائك للحصه هذه. اي نعم، قلت البارح نهار الاربعاء 5 جوان اتصلت بيا معده البرنامج هذه، عرضت عليا فورميول نتاع برنامج لاباس في التونسيه على اساس انه يحضروا ممثلين عن وزاره الدفاع تحديدا عن القضاء العسكري، ونحضر انا ويحضر الصديق سليم عمامو. تحفظت انا على الفورميل هذه، وذكرت انه بالرغم نشكر ونحيي صديقي سليم عمامو، لكن الحركه هذه كل من باب الالتزام تجاه الحركه هذه كل ما نقبلش يعني حتى تسييس ضمني من طرف القناه، هذا تقييمي الاعلامي بيبور. وقلت انه الفورميل هذه ديزيكيليبري بحيث تعطي صوره غير موضوعيه حتى للمشاهد، وعرضت فورميل ايكيليبري انه يحضر رجل قانون من عائلات من محامي عائلات الشهداء، يحضر ممثل عن وزاره الدفاع ونحضر انا. قالت لي باهي، قالت لي باش نشاور ونشوف ونجري اتصالاتي، وقالت لي تحديدا انه ما تحبش تضع وزاره الدفاع في حرج حكم انه هما عرضوا عليها زوز ممثلين وهي معناها ما تحبش ترفض واحد منهم. قلت لها لا مشيرة هذه، معناها اذا باش تعيط اذا الاستاذ عبد الستار بن موسى باش يكون حاضر معناها وزير الدفاع ماهمش يقول شيء معناها في الحكايه هذه. الاستاذ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان. دونك مشينا دون سو سونس، عطيتها نمر الاستاذ عبد الستار بن موسى، نمر الاستاذ انور الباصي مجموعه 25 دون لو كا او ما تحصلش على الاستاذ عبد الستار. ومن بعد عاود اتصلت بيا اليوم بلوتو البارح، اكدت لي انه باش نمشي للبرنامج، باش تعدى لي سائق تبع تونسيه اليوم مع ثلاثه، واليوم جاء السائق. لكن تفاجات في بعد ما جاء السائق انه الاستاذ عبد الستار بن موسى اعلموه في وقتها جست معناها قبل ما يبعثوا لي السائق انه البرنامج تاجل. هذا نعتبره خلل مهني خطير، ونتساءل شنو هو اللي وراه. تغييب احد محامي عائلات الشهداء شنو هو وراه من طرف قناه التونسيه؟ وتضامنا مع الاستاذ عبد الستار بن موسى ومع مكانه الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان في المجتمع اللي الحكايه هذه استهدفتها، قررت اني ما نمشيش للبرنامج، ولو انه يعني انا كنت متاكد انه لو حضرت في البرنامج عندي ديزارغيومون اللي يفحموا هال الممثلي القضاء العسكري اللي يحبوا يقزموا القضية، وهذا اللي صار معنا.